ينضم إلينا من القاهرة محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد محمد مرحبا بك بداية. ما الذي يعني لفتك في ما حدث طوال الساعات الماضية؟ السياسة ربما كان أو فسرت من الكثيرين بالغير مفهومة الغير واضحة من قبل حكومة الاحتلال تحديدا في هذه المرحلة التي كنا قد نتحدث في أيام سابقة عن وصول مرحلة التفاوض إلى تطورات إيجابية فيها وإحداث اختراق حقيقي. ما الذي حدث؟ كيف تفكر هذه الحكومة الآن؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية يعني كان التحدي الأكبر منذ بداية الحرب بيتمثل في هذه الحكومة نفسها، بمعنى أننا نتحدث عن حكومة تفتقد لأبسط درجات الرشادة السياسية بما يحول حتى دون استجابتها لأي اعتبارات قانونية أو ضغوط سياسية قد تمارس من قبل المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية أو حتى الدول الحليفة أو غيرها. يعني حكومة اليمين المتطرف كان اللافت بالنسبة لي في الساعات الماضية هو التناقضات التي طغت على المشهد. كلنا شعرنا بالأمل عقب إعلان حركة حماس عن القبول بوقف إطلاق النار، ثم وجدنا رد فعل عسكري. الحقيقة أنه كان أحد السيناريوهات المطروحة، لكن كان الأمل هو أن يتم البناء على هذه الموافقة من حماس من أجل استكمال مسار المفاوضات والوصول إلى هدنة إنسانية ربما تفضي إلى وقف كامل ومستدام للنار. طيب. لكن ما حدث. اسمح لي أقف هنا لأنه سأتوقف عند هذه المرحلة من التفاوض. حسب الأخبار التي نقلناها منذ قليل والتي نستعرضها عبر شاشتنا أنه هناك جهود مبذولة كبيرة للغاية في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت من قبل مصر للوصول إلى هدنة شاملة قريبة. هناك تواصل مع كافة الأطراف، هناك وفود بالفعل وصلت إلى القاهرة وتجري التفاوض. ما السيناريوهات المتوقعة أو المحتملة سيد محمد، والدور الذي أو الضغط الذي ستلعبه مصر في الساعات القادمة؟ يوجد أكثر من نقطة فيما يتعلق بملف المباحثات أو مسار مباحثات الهدنة الجديدة. أولا يجب أن نقف على أسباب هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية. إسرائيل تريد فرض أمر واقع جديد في منطقة رفح على وجه الخصوص بما يعزز من موقفها التفاوضي. يعني بالنظر إلى التحركات العملياتية الإسرائيلية حتى اللحظة سوف نجد أن هذه التحركات لم ترقى إلى مرتبة الاجتياح الشامل لمنطقة رفح، وإنما وجدنا تركيزا على ما يعرف بنمط العمليات النوعية على غرار استهداف أو السعي للسيطرة على المعبر من الناحية الفلسطينية، على غرار تنفيذ عمليات قصف جوي ضد أهداف بعينها إلى آخر هذه العمليات. وبالتالي فأعتقد أن قراءة الوضع العسكري نفسه تشي بأن إسرائيل تسعى من جانب إلى توظيف هذا الضغط العسكري في إطار المباحثات الجارية الخاصة بالهدنة الإنسانية، ومن جانب آخر السيطرة على المعبر من الناحية الفلسطينية ستزيد من حجم توظيف إسرائيل للملف الإنساني ضد الشعب الفلسطيني وضد الفصائل الفلسطينية كذلك، وهذه ورقة ضغط إضافية. وتم ترجمة ذلك في تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين اليوم، والتي تحدثت عن ضرورة إجراء تعديلات على الورقة المقترحة، وبالتالي هذا يفسر هذا النهج الإسرائيلي. أعتقد أن الرهان حاليا سوف يكون على الجهود التي يبذلها المفاوض المصري من أجل حلحلة العديد من الملفات العالقة في ورقة الهدنة ووقف إطلاق النار، ومن جانب آخر من أجل الضغط جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل احتواء حالة التصعيد الراهنة
في منطقة رفح على قاعدتين اثنتين. أولا أن هذا التصعيد العسكري ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، على اعتبار أن يعني منطقة رفح الفلسطينية هي منطقة تحوي أكبر عدد من النازحين في العالم، نحن نتحدث عن 1,200,000 شخص. أيضا على قاعدة أن، وهذا يجب أن يكون محددا للتعاون الدولي، أن هذا التصعيد الإسرائيلي في رفح قد يتبع عودة لاشتعال الأوضاع مرة أخرى في العديد من الجبهات الإقليمية. صحيح. وهذا أحد مصادر القلق بالنسبة للمجتمع. هذا ما رأيناه بالفعل طوال الساعات الماضية، وكنا نتابع حتى مع مراسلنا في لبنان وآخر التطورات المتعلقة بالجبهة الشمالية والحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذا ربما بداية الأمر أو بداية الخيط يعني كما يقولون، وسيتبع هذا إذا ما استمر هذا العدوان في رفح، ما سيتبع هذا ربما عمليات أخرى. لكن دعني أعود مرة أخرى إلى تحقيق مكاسب، أو بالأحرى فرض إمكانية لفرض شروط أكثر من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما يقوم به في رفح، على اعتبار أنه يدخل التفاوض من مرحلة قوة. هل هذا ما يفكر فيه نتنياهو في هذه المرحلة؟ صحيح، يعني هذا ما قصدته بالفعل. نتنياهو يحاول تحقيق مجموعة من الأهداف عبر هذه العمليات النوعية التي تتم داخل منطقة رفح الفلسطينية. فهو من جانب يريد أن يجنب الائتلاف الحاكم في إسرائيل أي تبعات للتفكك، خصوصا مع تحذير العديد من الوزراء من اليمين المتطرف على غرار إتمار بن غفير بتفكيك هذا الائتلاف حال عدم تنفيذ عملية رفح. أيضا مع قبول حماس بالهدنة ووقف إطلاق النار، ويعني المؤشرات على الضغط الأمريكي والدفع الأمريكي باتجاه إنجاز هذا الملف، يبدو أن نتنياهو أدرك أن ملف وقف إطلاق النار أو على أقل تقدير إنجاز الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قارب على الانتهاء، خصوصا مع نجاح المفاوض المصري في حلحلة العديد من الملفات الخلافية. وبالتالي سعى نتنياهو مع هذا التقدم المحرز إلى تبني تصعيد أو أنماط من التصعيد العسكري يمكن أن يوظفها سياسيا في إطار المباحثات الجارية الخاصة بالهدنة. أيضا أعتقد أن هذه التحركات لا تنفصل عن ربما الرؤية الإسرائيلية الخاصة بما يعرف باليوم التالي، والسعي لترسيخ وجود عسكري إسرائيلي بشكل ما داخل قطاع غزة، ويعني حال تمركز بعض القوات الإسرائيلية في منطقة رفح. إذن ستكون القوات الإسرائيلية متواجدة بهذا الوضع في أقصى الجنوب وفي الوسط من خلال محور نتساريم، وفي شمال القطاع والمنطقة المحازية لمستوطنات طيب. هل ما يحدث ميدانيا وما نراه ميدانيا سيد محمد ينعكس بشكل سلبي على التفاوض والمباحثات الجارية الآن؟ يعني بطبيعة الحال لأنه بعض المراقبين فرقوا بين الجزئين، قالوا أنه ليس ما معنى ما يحدث الآن في رفح أن تتوقف المفاوضات، بالتأكيد ستستمر المفاوضات، لكن انقسم يعني أو كان هناك خلاف في الرؤى في هذا الشأن تحديدا. يوجد فارق بين استمرار المفاوضات وبين البيئة التي تجري فيها المفاوضات وقواعد التفاوض، يعني استئناف المفاوضات أو تعرقلها، يعني الاتصالات خصوصا من المفاوض المصري لم تتوقف لحظة واحدة منذ اليوم الأول لهذه الحرب. لكن هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية تضفي تداعيات ومناخ سلبي على بيئة المفاوضات نفسها بين الطرفين. ويعني كنت أمس
أتحدث على نفس الشاشة، وأشرت إلى أن أكثر ما أخشاه هو يعني من رد الفعل الذي قد تتبناه بعض الفصائل الفلسطينية تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الاستفزازي على غرار إعلان تعليق المفاوضات أو التراجع عن القبول بوقف إطلاق النار. وهذا ما تريده إسرائيل بالضبط، أو ما تريده حكومة اليمين المتطرف بالضبط، لأنه المستفيد الوحيد من استمرار هذه الحرب أو عودة التصعيد العملياتي بشكل أكبر أو حتى فتح جبهات جديدة هو بنيامين نتنياهو وحكومته، لأنه يدرك أن مستقبله السياسي مرهون باستمرار هذه الحرب وطول أمدها. وبالتالي أعتقد أن الرهان حاليا هو على جهود المفاوض المصري من أجل تحقيق هدفين رئيسيين. الأول هو احتواء حالة التصعيد داخل منطقة رفح على وجه الخصوص قبل أن تنفجر الأوضاع، وثانيا من أجل سد الفجوات بين الجانبين فيما يتعلق بمسألة البنية الإنسانية ووقف إطلاق النار.